اللي انا هقدر اتكلم مع حضرتك عليه على ان الناس كلها باصه لموضوع سد النهضه من ناحيه واحده من ناحيه نقص الميه ونقص حصه مصر في الميه و حتى اعتقد ان هو في غير كده؟ لا طبعا في غير كده. ايه يا فندم؟ في كارثه يعني في موضوع يرتقي لدرجه الكارثه فعلا. احنا عندنا المشكله حضرتك عارف طبعا ان المشكله مش في السد نفسه المشكله في تبعيات السد. في السد على التبعيات اللي احنا نعرفها ان هو في اسمح لي ان في سدين، في سد سعته 14 مليار متر مكعب وده ما فيش مشكله بالنسبه له، لكن السد الاحتياطي الثاني هو اللي بيوصل ل 60 مليار متر مكعب، نتكلم في فتره ملئه، ان فتره ملئه هيعمل تحويل لمياه النهر لملء هذا السد لفتره هتقطع الميه عن السودان ومصر. دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. لو بصينا لها من منظور ده يبقى المياه مش هتنقطع عن مصر، هي المياه حصه مصر مصر من المياه هتقل. هتقل. لكن هي في مشكله اكبر من كده. اتفضل. النهارده حضرتك المنطقه اثيوبيا عامه في فالق ارضي قديم موجود من منذ مئات السنين، بضع الاف السنين كمان. وده اللي سبب قبل كده انفصال جزيره مدغشقر عن قاره افريقيا. دي حقيقة طبعا. ده موجود ولسه موجود لحد دلوقتي. لو اي حد بص على الخريطة هيشوف الفالق لما تيجي تكملها هتلاقيها فالق طولي. فالق طولي فعلا. الفالق ده النهارده لما تخيل حضرتك على حافة الفالق ده وتضع 74 مليار لتر متر مكعب من المية. وزن رهيب. وزن غير عادي. طبعا ده ممكن بنسبة كبيرة جدا 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 يسبب إلى تصدع الفالق ده وحركته ونشاطه من جديد. فهيؤدي الى مشكلتين، يا اما تسرب الميه، تسرب الميه بس. وتسرب الميه بس ده اللي هو الحاجه البسيطه اللي احنا بنتكلم عليها ده. معناه جفاف عام لنهر النيل. من منبعه. لان المنبع نفسه هيتسرب الميه اللي فيه على المحيط، فالموضوع هينتهي، هتجف في المنابع. وده وضع، وده طبعا وضع كارثي. والوضع الثاني ان اثيوبيا بالكامل، جزء كبير من اثيوبيا، غرب شرق اثيوبيا بالكامل ينفصل ويبقى زي جزيره مدغشقر ويبقى في عن القاره الافريقيه. عن القاره الافريقيه. فطبعا في الناحيتين الموضوع كارثي، الموضوع كارثي.